طب هل انا ممكن، انا ده برضو سؤال مع فكره في نفس الوقت، هل ممكن ان انا الخط بتاعي اللي انا عاوز اشغله لانتاج بلانسات الصيد اقدر كمان اشغله للتصدير للدول مجاوره سواء اذا كان في افريقيا او في المنطقه العربيه؟ طبعا احنا يعني اللي بيتعمل ده، ما ده بيعتبر برضو عرض يعني، احنا جاهزين ان احنا نعمل الحاجات دي بالاحجام دي والاشكال دي والمستوى دوت وباسعار تنافسيه كبيره جدا. يعني الاسعار اللي عندنا برضه الاسعار دي تنافسيه بالنسبه للسواء كانت لليخوت او لبلاطات الصيد. فطبعا لو طلبت برضه مفيش مشكله ان احنا بنعمل انتاج، لان احنا بنعمل جزء في البحر الاحمر في ترسانه الجنوب البحر الاحمر، وجزء عندنا في هيئه قناه السويس في ترسانه بون توفيق. طيب دي حاجه كويس. ده هيخليني هسال يا فندم، النهارده واحنا بنعمل قانون للصندوق ده من شأنه انه يسهل عليا هذه الشراكات، صح ولا انا غلطان؟ طبعا، لان هو الصندوق احنا قلنا الفلسفه بتاعته يمكن على الضان هو حاجتين، اولا للطوارئ، وجود للطوارئ والاستثمار وزياده دخل الهيئه، بدل ما احنا معتمدين بس على المجرى الملاحي واحنا معانا استثمارات اخرى للصندوق ده وممكن نشتغل فيها، فده برضه ممكن يبقى جزء من التمويل لو الموضوع كبر، يبقى التمويل منه يتصدى عليه ويصبح لسه الصندوق لسه ما اتشكلش طبعا، لان لسه ما اقرش في مجلس النواب، لسه القانون ما خلصش في مجلس النواب. ما خلصش يعني، مجلس النواب كان اقر مبدئيا يعني، لكن هو هنشكل على طول مجلس الاداره وهنبقى جاهزين على طول ان احنا طبعا نساهم في حاجه زي كده، وبالذات ان المشاريع دي بالذات نسبه النجاح بتاعتها ان شاء الله كبيره يعني. طيب